إذن متابعي أسفيغود، في هذا الأثناء وبعد ما تم إطلاق رصاصتين تحذيريتين لأحد المجهولين اللي بغوا يقتحموا مركز الدائرة الخامسة بحي كوكي، معنا واحد الشاهد عيان اللي غيحكي لنا واللي حضر وغيحكي لنا شنو اللي طرا بالضبط. سي صابر، سي صابر، انت حضرتي يعني الواقعه كيفاش وقعت؟ الا كان ممكن توضح لنا شنو اللي وقع. واخا كيف ما قلت لبعض الاخوان قبل، هو انه حنا كنا في المحل ديال اصلاح وبيع الهواتف، كنا مريحين مجمعين رفقه احد شباب مدينه اسفي، فاذا باحد الاشخاص اللي كنت جاي كيجري، ربما في حاله فرار، لانه من بعد تمو جايين مجموعه ديال الشباب اللي جاوا مرافقينه واللي جاوا تابعينه. ها سلاح ابيض كان توجه باش انه يضرب واحد الشخص منا اللي كان واقف حدا الدراجه الناريه ديال احد الاصدقاء، فاذا في واحد اللحظه معينه هبط السلاح ديالو وضربوه بالركبه ديالو. في هذيك اللحظه جا هنا امام المركز ديال الشرطه، وكان هاز السلاح الابيض ديالو وهز معاه شي حاجه في يده، بقى كيدير كيلعب بديك الحاجه اللي في يده بيدو. واحد الشخص من الافراد ديال الشرطه كان كيتواصل معاه، ما عرفتش الخطاب اللي دار بيناتهم، لان احنا كنا بعاد وكنا في حاله هلع، لان السيد هاز سكين وهو مخدر، بمعنى راه يقدر يدير اي حاجه في اي وقت. في واحد الوقيته جاب يقتحم على رجال الامن من الباساج ديال لي زون دي كاب، يطلع حتى لحدا الباب ديالهم، رجل ديال الامن شي حاجه ضربوا بها لانه بيدافع على راسو، هذه مساله طبيعيه. فاذا في هذيك اللحظه كان سمعوا جوج طلقات ناريه اللي في السماء، من موراها كان فرار ديال جميع الاشخاص والشباب اللي كانوا مرافقين هذاك الشخص، من وراها جا الدعم ديال رجال الامن، كان استنفار امني على مستوى حي كوكي، اللي في الاخير ديالو اعتقال الشخص اللي كان حامل سلاح ابيض اللي كتقول بعض الانباء حاليا، فيما الشخص الاخر اللي كان مرافقه اللي تا هو شهر سلاح على رجل الامن باش يساند صاحبه من بعد ما ضربوا ذاك رجل الامن باش يدافع على راسو، اللي مازال دابا في حاله فرار. شحال كان كيتراوح العدد ديالهم؟ هو في الاول كان جاي الشخص بوحده عامر دمايات، ها السلاح ابيض وها شي حاجه في يده، في حاله سكر وما عقلش على راسو، من موراها جا واحد صاحبه اللي مرافقه اللي كان كيجرو من هنا وكيقول لي حيد من هنا، راه قدام البوليس ما عندك ما دير. من بعدها بواحد 3 دقائق وهما واقفين هنايا، تمو جايين مجموعه من الشباب اللي كيتراوح العدد ديال اللي العدد ديالهم كيفوق 10 الاشخاص، والسن ديالهم ما بين 11 سنه حتى 28 سنه. الوقيته اللي تلقوا دوك جوج طلقات ناريه هربوا جميع الاشخاص اللي كانوا هنايا، كانوا تابعينهم. هذا كيدل على انه كان واقع واحد الحدث اخر في حي اخر، ضربوا في شي قنفه فوالا، وتموا هذوك تابعينه حتى للبلاصه اللي جا فيها. يعني كيف كانت الحاله ديالهم فجاه؟ الحاله ديال الاطفال اللي كانوا متابعينه، هما جايين كيغوطوا، بمعنى هما ما فاهمين والو، غير تابعين هذاك الشخص تيشوفوا فين غادي يوصل، ولكن هو الحاله ديالو ما كانش لابس تيشورت الفوق، كان لابس على ما اظن شورت، وكان كامل دمايات، بمعنى وصل الباب ديال الكوميساريه. وصل الباب ديال الكوميساريه، لانه في الاول كان هنايا واحد شويه طلع فوق الدروج، واحد شويه وصل الباب ديال الكوميساريه من الباساج ديال لي زون دي كاب، بغى يدخل تما للدائره. كان بغى يدخل على رجال الامن وبغى يقتحم تما، وهاز السكين في اليد ديالو، وصاحبه مازال تابعو كيدفعو، حيت اللي رجل الامن دافع على راسو، صاحبه حتى هو جا من جهه الصديق ديالو بغى يضرب رجل الامن. فهذيك الوقيته تم اطلاق ديال جوج الرصاصات الناريه اللي فاش هربوا هذيك الساعه، من بعد ما تم الاطلاق ديال جوج الرصاصات، جا الدعم ديال رجال الامن، وقعت حملات مشيطيه على مستوى الحي ديال كوكي، شدوا هذاك السيد دابا، راه الانباء كتقول انه في المستشفى، والشخص الاخر راه في حاله فرار. شكرا، مرحبا، الله يسر الامور ويجزاك الله خير.